جراء هذا العدوان الهمجي المستمر على أبناء شعبنا في غزة وقد ضفر. ونتمنى الشفاء العاجل لآلاف الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة والفرج القريب لعشرات آلاف المعتقلين والأسرى الاحتلال. كما أتمنى من الله العلي القدير أن يعود الأمن والأمان والسلام والسلام على بلداننا العربية. ولكن يجب أن نتفق على مجموعة من المبادئ أثناء قراءة هذا العمل وهذا السجل. أولاً أن هذه الوثيقة تعترف بوجود فوارق سياسية واقتصادية واجتماعية بين البلدان العربية. هناك تفاوت، هناك ظروف متفاوتة أيضاً في هذه الدول، وبالتالي كل دولة لها سياق الخاص وعندها وتقييم ومتابعة هذه الخطط وفي التعرف على أهم الممارسات الموجودة في العالم العربي وغير الدول العربية، ممارسات إيجابية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأزمة. عيسى الكوشلي إدارة شؤون ذوي الإعاقة، رئيس قسم شؤون ذوي الإعاقة. طبعا صندوق التضامن الاجتماعي هو أحد الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي المنظمة لحدث هذا، وطبعا صندوق التضامن الاجتماعي رعايته للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المراكز، من خلال المدارس، من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم الأجهزة والمعدات والتأهيل والرعاية وغيرها من المنافع اللي قررتها والحقوق اللي قررتها القوانين الدولية والتشريعات المحلية. فطبعا الى جانب الجانب التنفيذي واللي هو من اختصاصات الهيئة، دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم يعني هي المنظمات المجتمع المدني اللي هي تشتغل في مجال التطوع، هي مكملة للخدمات اللي تقدمها الدولة من خلال هيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي. مبادرات عديدة من الهيئة على رأسها حملة اللي انطلقت منذ العام 2020، حملة من حقي أن أسمع وتعلم، اللي هي تستهدف ضعاف السمع والتركيز على صغار السن اللي هم في المراحل الدراسية المختلفة، واللي تم تركيب أكثر من 5000 سماعة، ولازالت الحملة مستمرة على مستوى فروع الهيئة 26 المنتشرة على مختلف مناطق ليبيا، بالإضافة إلى حملة أخرى أطلقتها الهيئة في جانب التطوع والدعم للجهات اللي هي للحالات اللي تنضوي تحت مظلتها، اللي هي حملة لستم وحدكم نحن معكم، وهي تستهدف مرضى ضمور العضلات من خلال تقديم الأجهزة والمعدات المعينة لهذه الحالات اللي تساعدها على الحركة تحتاجها في نتيجة لنوع إعاقتها اللي هي ضمور حالات ضمور العضلات. بالإضافة إلى الحملة اللي هي كانت خلال جائحة كورونا، تم تقديم تحت شعار في بيتك خليك ونحن نجيك نظرا لظروف الجائحة والحظر اللي صاير وكذا، فتولت الهيئة توصيل الاحتياجات الخاصة بالكورونا وبعض المستلزمات وبعض الاحتياجات الشخصية لحالات ذوي الإعاقة في بيوتها ولأسرها يعني. بالإضافة إلى الأعمال اللي هي من اختصاص الهيئة سواء كانت في الكوارث وفي الأوبئة، جاي الأعصار الدرنة وغيرها من الأعصار الفيضانات اللي صايرة في الجنوب، تم تقديم دعم يعني عيني ونقدي للأسر المتضرر من هذه الفيضانات الطبيعية. يعني تم العمل على هذه الخطة في العام 22، ولكن بعد العام 22 شهدت العالم العربي حالات طوارئ إنسانية وكوارث متعددة، من ضمنها مثلا زلزال المغرب في 2023، إعصار دانيال في ليبيا 2023، زلزال سوريا مدمر أيضا في 2023، صراع مستمر في السودان منذ العام 2023، الأدوان على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان 2023 وإلى هذا. إذا مع تطور هذه الأحداث يجب أن تتطور هذه الخطة وتستجيب للاحتياجات المختلفة. وزير مفوض طارق نابلسي، رئيس وفد جامعة الدولة العربية ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدولة العربية والجهة المنظمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومعالي الوزير وفاء الكيلاني وطاقم العمل بالوزارة للإعداد والتحضير للحدث العربي
رفيع المستوى حول تنفيذ الخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأبوية والأزمات والاستراتيجية العربية للعمل التطوعي. طبعا امبارح كانت فرصة هامة ان احنا نطلع على التجربة الليبية، خاصة في الإعصار الذي احل بدولة ليبيا منذ مدة طويلة، وشفنا قد ايه طواقم العمل والعمل التطوعي والهلال الأحمر الليبي الحقيقة يعني عمل مجهود، والحقيقة ضايقنا كمان للشهداء اللي هم في إطار وسبيل العمل التطوعي، يعني طبعا هم شهداء عند الله الآن، ولكن التجربة الليبية كانت تجربة ثرية جدا. واليوم أيضا هيبقى عندنا عرض أيضا للتجربة الليبية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، وبالتالي ده كان طبعا يعني شيء جيد جدا. أيضا لابد أن نشكر دولة ليبيا يعني حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الوفادة والتنظيم الجيد والمحكم. الحقيقة الوفود من ساعة ما وصلت الوفود العربية كلها من ساعة ما وصلت إلى دولة ليبيا وفي جميع الزيارات وأمس وكل حاجة كانت فرصة برضو جميلة. معالي الوزيرة كان عندها مبادرات أن الوفود تطلع وتشوف الأماكن، الحقيقة بلد جميلة ورائعة وشعب راقي جدا، وبالعكس يعني كلنا سعداء ان احنا متواجدين هنا. ان شاء الله اليوم سيكون هناك في الختام بيان طرابلس. بيان طرابلس هو سيكون حول التحركات المستقبليه فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيه العربيه للعمل التطوعي وخطه دعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في الابوية والازمات، وبما يمكن من الجاهزيه الكامله حينما يعني لا قدر الله حصل اي ظروف استثنائيه او كوارث طبيعيه او غير طبيعيه، يكون هناك نوع من الجاهزيه وتنسيق بين كافه الجهات المعنيه.